بسم الله نبتدي بدا ونلتمس رضاه سبحانه جل علاه، به نستعين وعلى هداه نستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اهلا بحضراتكم في دنيا ودين. النهارده بنتكلم ان خلاص دخلنا في المضمار، دخلنا في السباق، دخلنا في المنافسه. الايام المهمه اللي مفروض نغتنمها شهر رجب، شهر شعبان، شهر رمضان. في ايام كده بتلاقيك حتى لو انت في فترة امتحانات ومذاكرة بتلاقيك طول السنة مريح، وبتيجي قبل الامتحان وبتشد الحزام، مظبوط؟ فإحنا بالظبط في الفترة دي. ليه؟ علشان بقول الراجل الشاطر، الإنسان اللي بيفهم، لازم يستثمر ويتاجر مع الله صح. والأيام دي أكيد هتكون ليها ميزة مختلفة. هنعرف كل الكلام ده مع شيخنا الفاضل والجليل الشيخ حازم جلال من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا مولانا. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد والسادة المشاهدين. منورنا في دنيا ودين يا غالي كالعادة. طيب يا غالي. ربنا يسعدك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عليه الصلاة والسلام. بداية رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أمين يا رب العالمين. المقدمة الجميلة اللي حضرتك قلتها دكتور محمد، فعلا بدأ العد التنازلي. نحن الآن في شهر رجب، في أول رجب، وشهر رجب من الأشهر الحرم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. دقق النظر معي. تمام. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وشهر رجب من الأشهر التي أودع الله سبحانه وتعالى فيها معجزة عظيمة حدثت في هذا الشهر المبارك، وسمي وهول هذه المعجزة، لكن سمي شهر رجب بشهر الأصب وشهر مضر. الأصب لأنه يصب فيه الخير. تمام. الله سبحانه وتعالى يصب فيه الإيه؟ الخير. والرحمات والبركات تترى وتنزل. ليه؟ لأنه شهر محرم. جميل. شهر تضاعف فيه الحسنات وتضاعف فيه الأعمال الصالحة، وسمي بشهر مضر نسبة إلى قبيلة مضر. والأشهر الحرم سمي بهذا الاسم لأن الله سبحانه، لأن العرب كانوا يعني لا يقاتلون في هذه الأشهر. تمام. لحرمة لهذه الأشهر. جميل. حضرتك قلت في معجزة حصلت في شهر رجب نعرفها، لكن تمام. أستأذنك وناخد معنا أستاذة هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيك يا فندم. حضرتك أنا كنت بسمع في الراديو ان اسمه دوت في الاخره، تمام، ربنا هيشيل مننا الغيره والحقد. أيوة. والمستنه وان انا لما اشوف جوزي مع حور عين انا مش هغير. تمام. فانا دايما انا وبصلي بقول اللهم اجمعني ما بيني وبين زوجي بدون حور عين. تمام. تمام للدرجه دي يعني؟ يلا ربنا يحفظه لك، يعني ربنا يحفظه لك يا رب. فانا الدعاء ده حرام ولا ايه؟ طب ولما بتدعي كده وجوزك بيسمع الدعاء بيقول ايه؟ بيقول لي انت هتعكنين عليا دنيا واخره. صحيح. طيب شكرا جزيلا. معانا استاذ عمرو. السلام عليكم. الو السلام عليكم. يا اهلا بيك يا استاذ عمرو. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. فاضل كان عندي سؤال بس فضلت الشيء. تحت امرك. دلوقتي يا سيدنا الشيخ انا دلوقتي لما باجي اصلي في الشغل انا بصلي فرض ربنا الحمد لله، بس فضل. السنه ما بصليهاش، بس عشان ده بحكم الشغل بس. تمام هو ده سؤالي بس. ماشي حاضر. شكرا جزيلا يا استاذ عمرو. سؤال مهم جدا. استاذة هدى بتدعي دايما لجوزها يا رب اجمعني بيه في الجنة بدون الحور العين ليه. بقول لها طب هو بيقول ايه؟
قالت هو بيقول انت هتعكنين عليا في الدنيا وفي الاخره. فضل مولانا. ما اجمل الحب. الحب شيء جميل بين الزوج والزوجه، ده شيء جميل جدا الله سبحانه وتعالى يعني امرنا به. ايوه طبعا الحب شيء عظيم، وان هي تخاف عليه وتحبه ده شيء جميل. اما قضيه ان احنا فعلا ما نخش الجنه ما فيش غل ولا حقد ولا كراهيه، ده حقيقي. والدليل على ذلك ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. اذا الجنه ليس فيها غل ولا حقد ولا حسد ولا كراهيه ولا اي شيء، ولا تباغض ولا اي شيء. اذا الدنيا مليانه كده، لكن الاخره ما فيش. ونزعنا ما في صدورهم من غل. طيب حضرتك ابشرك، الرجل الذي يحب زوجته والذي يعني عاوز اقول كلمه كده، الذي دائما وابدا يعني يكون في عون زوجته، وهي بالنسبه له مفضله، تكون سيدة على الحور العين. تكون سيدة؟ انت السيدة على الحور العين. انما تدعي الدعاء وتقول يعني اللهم اللهم لا تجعل له حور عين، لا يعني ما يصحش هذا الدعاء. بقول لك مرة الشيخ كان على المنبر وكان قاعد يدعي بقى ومواصفات الحور العين والكلام ده، انت عارف وحوالي ساعة كده في الخطبة، وفي النهاية قال لك إن شاء الله وكمان مراتك هتبقى معاك في الجنة. قال له يا شيخ وانت ماشي كويس خربتها ليه يا شيخ؟ فهي نفس القصة، الزوج رد عليها قال لا يعني في الدنيا وفي الآخرة. أيوة طبعا ده دعابة بس. أكيد طبعا ده دعابة. أكيد أكيد دي دعابة يعني دلع على الحب. أكيد، وده من كرم ربنا فكرة يعني الحور العين في الجنة والمواصفات اللي بتتقال وبنسمع عنها في القرآن الكريم والكلام ده، فده دي نعمة من نعم ربنا للإنسان أكيد. في الغزل يعني. في الغزل كان دايما واحد كان يغزل محبوبته كان يقول فتأخرت عنه شوية فأنشد قائلا جاء الحبيب الذي أهواه من سفر. أيوة. والشمس قد أثرت في خده أثرا، عجبت كيف تحل الشمس في قمر والشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر. الله 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 الله. فالجنة ما فيش فيها غل، خلينا هنا. فالجنة ما فيش فيها إيه؟ غل ولا حقد ولا كراهية. وهي إن شاء الله ستكون سيدة على الحور العين. يا رب. أستاذ عمرو. أستاذ عمرو الله يبارك فيك. موضوع الصلاة. موضوع الصلاة. سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال أحب؟ قال الصلاة لوقتها، وفي رواية الصلاة على وقتها. فطالما أنه بيصلي الفرض خلاص سقط الفرض عنه. طيب السنة مولانا، السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تارك. إن استطاع إن إيه إن استطاع أن يقوم بها لا بأس به، وإن لم يستطع فلا شيء عليه. ولو هو روح وحب يجيب السنة كلها لا شيء في ذلك، لأنه في هذا الأمر يكون دائما وأبدا يعيش في معية الحق سبحانه. تمام يا مولانا. قبل الاتصال كنا بنتكلم إن في معجزة حصلت في شهر رجب. اتفضل. المعجزة الجميلة هي حدثت لسيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على مدى الحب الإلهي لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب الحبيب إلى الطائف وحصل ما حصل وتهكم عليه الأطفال وألقوه بالحجارة وتطاولوا على المقام الشريف الجناب المحمدي الشريف صلى الله عليه وسلم، وذهب الحبيب يشتكي فقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوان على الناس. يا رحمة الله. قعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيلجأ ويفتقر إلى خالقه وبارئه، يأتي الفرج. ولذلك لما نيجي نقرأ في أواخر سورة النحل، ما أوائل سورة الإسراء، المعجزة جت عندك أهي، تلاقي ربنا بيقول له إيه؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال له إيه؟ واصبر. ها؟ واصبر. وما صبرك إلا بالله. إلا بالله، صحيح. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الذي أسرى بعبده. الله الله. وهنا يأتي يا رسول الله، يا حبيبي يا محمد، يا خير خلق الله، إذا كان أهل الأرض لا يعرفون منزلتك ولا قدرك ولا مكانتك، فتعال إلي لترى حفاوة السماء بك. لذلك على فسما فرفع من اتصف بصفات الكمال إلى مقام العز والجلال، فخطى على سماء لا كالسماء. ووصل إلى مقام لم يصل إليه الأنبياء، فلما تجلى الحبيب للمحب قال تمنى علي يا حبيبي ماذا تحب؟ قال أتمنى عليك أن تنسبني إليك، فيتنزل القرآن ليصف خير إنسان. سبحان الذي أسرى بعبده. الله الله الله. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك صلى الله عليه وسلم. يبقى المعجزة يا دكتورنا الإسراء والمعراج. ربنا يكرمك. استأذنك ونأخذ معنا أستاذة شهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا فندم. أنا عندي بس سؤال. اتفضلي تحت أمرك. هو أنا وأنا بصلي ساعات مثلا رجلي بتبقى مكشوفة أو مثلا كعب رجلي وكده،
تمام. هل عادي لازم ابقى مغطيها مغطيه رجلي يعني؟ حاضر يا استاذه شاد، شكرا جزيلا. اتفضل يا مولانا. واختلف العلماء في ذلك عن بيان يعني الكعب او بين الرجل، لكن عن انا مع الراي الذي يقول ان المراه اذا صلت يعني تسدل عليها بحيث اذا ما صلت لا يرى منها امان ليها. امان بالظبط. ليه بقى؟ العلماء لما اتكلموا قال لك اختلفوا في عوره المراه، منهم من قال الوجه والكفين، ومنهم من قال الوجه والكفين والقدمين، ومنهم من قال الوجه والكفين واليدين لاحتواء جهه او هي بتحتاجهم اثناء أيوة. فممكن يكشف حاجه وكلام من ده، فاختلفوا فيها، لكن الاصح انها الوجه والكفين. تمام، هي ست روايات يعني. جميل. لكن الاصح فعلى قول من قال القدمين، خلي بال سيادتك، يبقى الصلاه صحيحه، لكن عند الجمهور الوجه والكفين ده المتفق عليه. تمام. وبالتالي ينبغي عليها ان تستر القدمين وهي تصلي لله سبحانه وتعالى، ونسال الله يتقبل منها يا رب. اللهم امين. فكره مولانا تسلسل الاحداث. ايوه، شهر رجب، بعد كده شهر شعبان، بعد كده شهر رمضان، وترفع الاعمال في شهر رمضان. فكره عمليه التحضير والتقديم والتسخين للوصول للمرحله النهائيه. رجب هو شهر البذره. تمام. شعبان الري. رمضان الحصاد. الحصاد. شفت الجمال ده؟ ومن جد وجد، وجد ومن زرع حصد. جميل. وبالتالي هذا الشهر المبارك ادائك ده بدانا نتعلم منك وتقمص الدور يعني. الله يخليك. طيب بس عايزينك ناخد معانا الحاجه مين يا جماعه؟ يا اهلا بيك يا فندم. فوقيه يا اهلا القاهره. يا اهلا بيك يا حاجه فوقيه، منورانا في دنيا ودين والله. اهلا بيك يا بابا، انت برنامجك ناجح جدا وبنتعلم منه كتير. ربنا يحفظك يا رب. بس انا ليا ملحوظه. تحت امرك. أنا كنت بشتغل في التربيه والتعليم. تمام. وبعاتب الازهر عتاب كبير جدا. الكتب المناهج الدراسيه، انا خريجه كليه تربيه ولا افقه شيء في تدريس التربيه الدينيه. تمام. كويس كده؟ معاك. المفروض الكتاب المدرسي يكون فيه شرح مفصل للمدرس قبل الطالب، لان بتوع دار العلوم هم اللي مغطين علينا ومضيعيننا في طيب التدريس. طيب ايه علاقه يا فندم في وضع المناهج بالنسبه للازهر الشريف في وضع مناهج التربيه والتعليم؟ هقول لحضرتك. اتفضلي. الازهر ده المفروض يختص بوضع مناهج الدين. تمام. انما ما تديهوليش لواحد مش مؤهل وخريج كليه ما بتدرسش شرعي. تمام. يعني عندنا درس اسمه التدخين والحرابه، جايب لي كل اللي فيه احصائيات عدد المدخنين في العالم. تمام. انا استفدت ايه؟ تمام. او كطالب هو طلع من الدرس بايه؟ لا عرفت ان كان حرام ولا حلال، ولا عرفت حاضر. ايه علاقته بالدين. حاضر حاضر. انا الايات القرانيه ما فيهاش شرح ولا وافي ولا بسيط. تمام. حاضر. عن كلمات مش موجوده. تمام. اين الازهر؟ طيب انا بشكرك شكرا جزيلا يا حاجه فاويه، بشكرك شكرا جزيلا اولا بانك بتتابعي دنيا ودينا على صدى البلد، فده شرف كبير لينا. ثانيا على اهتمامك وشايفه وجهه نظر انك بتناجدي الازهر، مش هنقول العتاب، هو عتاب المحبين او موضوع المناجده، بس الازهر في وضع المناهج هي المناهج المختصه بالمعاهد الازهريه. الاستاذه اتفضل. في لجنه يعني لجنه من الازهر ومن الاوقاف ومن وزاره التربيه والتعليم قاعدين لاعداد هذه المناهج حاليا. جميل. فبينقحوا الكتب ويشوفوا اللي هو الاسهل والايسر على الطالب ويقدموه للطالب ان شاء الله باذن الله. فان شاء الله دي موجوده وقائمه ان شاء الله، هذه اللجنه الثلاثيه موجوده ان شاء الله باذن الله. طيب. هذا ما لدي من علم. تمام. هذا ما لدي من علم. هو انا بس تاكيدا لكلام الاستاذه فويه والحاجه فويه، هو فكره التعليم عموما يعني انا الفتره في مرحله الدكتوراه. تمام. بدرس 8 مواد. الثمان مواد مش عايز اقول عندي اخر امتحان بكره ان شاء الله. 8 مواد عباره عن حشو اسم محمد محفوظ عبد الرازق زايد مثلا. بحفظ المواد انا وكل اللي معايا بلا استثناء. صحيح في لازم نبقى فاهمين، بس كل فرع او كل عنصر بيندرج تحتيه عناصر فرعيه، وكل عنصر فرعي بيندرج عليه عناصر اخرى. ففكره الحشو وفي الاخر بنخرج من الماده ما انا شرحك. لا، لو جينا بعد يومين ثلاثه وتسالني اسم الماده، انا بتكلم بلغه الناس اللي بيتفرجوا علينا اهالينا، وكلنا بلا استثناء هتبقى ناس اسم الماده. ففكره عمليه الحشو نتمنى العبره بالكم. بالظبط. لا، المفروض بالكيف وليس بالكم. هنا بالكم. احنا عايزين الكيف وليس الكم. صحيح. فان شاء الله يا رب في القريب العاجل نلاقي المنظومه التعليميه بتفيد الجميع ان شاء الله. وبنشكرك يا حاجه فويه. اتفضل يا غالي. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم
طبعا لم يرد احاديث عن فضل صوم شهر تمام، لكن هناك حديث اخرجه الامام البيهقي في شعب الايمان واحمد، والحديث مرفوع وغيره تمام، ان سيدنا صلى الله عليه وسلم قال في الجنه قصر لصوام رجب. في الجنه ايه؟ قصر لصوام رجب. وان كان في سناده ما قال، لكن يعني ماذا نفعل في هذا الشهر المبارك؟ نفعل في هذا الشهر اولا الاكثار من الطاعات. جميل. واحد، الاكثار تمام من الطاعات. أيوة. والعبادات. اثنين، عدم الظلم للناس او للنفس. تمام. ثلاثة، الاكثار من الصدقات. جميل. اربعة، التوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى. خمسة، الذكر لله سبحانه وتعالى. تمام. ستة، سلامة الصدر والقلب. سبعة، ان يدرك الانسان تماما ان الامر كله لله. ان الامر كله مين؟ لله. لله. وليعلم كل واحد منا ان هذه الاشهر يعني الاشهر الحرم. أيوة. الحسنات فيها مضاعفة والسيئات فيها مضاعفة. كمان الاثنين مضاعفين، سواء طبعاً الحسنات أو السيئات. الحسنات مضاعفة في الأشهر الحرم. تمام. وكذلك أيضا لأن ربنا لك إيه؟ ها؟ فلا تظلموا فيهن إيه؟ أنفسكم. الله يفتح عليك. قال لك إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ها؟ ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. جميلة مولانا. إحنا متعودين إحنا بيننا وبين بعض كده، أو اللي موجود المتعرف عليه، إن نهاية السنة بالنسبة لنا شهر ديسمبر تمام، ويناير بداية سنة جديدة. حلو. سنة ميلادية. ماشي. تمام. وبنيجي بقى الأفضل مش عارف إيه، والجوائز بتعد والكلام ده، ونكرم على مدار السنة اللي تعب واللي اشتغل واللي وحاجات كتيرة جدا. تقفيل السنة عند المولى تبارك وتعالى في شهر رمضان الكريم. مظبوط. ترفع فيه الأعمال. وأيضا في جوائز بقى، بس جوائز ربانية نتيجة بقى صدقاتك، صلاتك، زكاتك، أعمالك. مظبوط. ما هذا الجمال. صحيح. جميل والله. في رمضان مظبوط، شهر رمضان ترفع فيه الاعمال الحق سبحانه وتعالى، يغسل الانسان فيه في هذا الشهر المبارك، يغسل الانسان. لذلك ينبغي على كل واحد منا ان يغتنم، طالما ربنا اداك الفرصه انك عايش في هذه الايام اغتنمها بقى. اغتنمها في طاعته سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الامام الحاكم في المستدرك يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك. صحيح. طيب انت في هذه الايام اغتنمها فرصه كبيره جدا جدا انت تعيش فيها، اطلعوا في كل شيء سواء الحسنات او السيئات. خلي بالك لو انت ما تستصغرش اي عمل، العمل الصغير انت شايفه صغير ده اهو عند ربنا كبير. تمام. ربنا يكرمك يا مولانا. هستاذنك ونستاذن المشاهدين المحترمين، هنروح لفاصل ونرجع نكمل معكم باذن الله في دنيا ودين. احنا في مسجد الفاروق عمر بن الخطاب بقرية الزنانيري اولاد صقر شرقية. بفضل الله احنا من 20 يوم بدأنا في صبة العادية الكدابة تحت، خدت مننا 100 متر زلط و25 طن اسمنت و80 متر رمل، وبعد منها بدأنا في القواعد الشرطية. وبفضل الله احنا النهاردة بدأنا في الأعمدة، ومحتاجين اللي يعاون معانا في حديد الأعمدة وأسمنتها. محتاجين 3 طن حديد و15 أسمنت و20 متر زلط، وبعد كده وهنقف على مباني هنحتاج الطوب والأسمنت. وجزاكم الله خير. احنا الوقت عملنا القواعد والسمل ونبدا في العمدان، وعاوزين رجاء مساعده عشان باذن الله عاوزين نصلي في الجامع في رمضان.
النهارده بدأنا شغل في جامع الفاروق عمر بن الخطاب بقرية الزنانيري بأولاد صقر شرقية. وأنا يا جماعة سعيد إن أنا شغال بمجهودي الشخصي في الجامع، لأن ده بيت ربنا ولنا الأجر والصواب عند الله، واللي يقدر يقدر يساعد بحاجة يساعد، لأن ده بيت ربنا. اهلا بحضراتكم مره اخرى في دنيا ودين. شفنا مع بعض تقرير عن مسجد الفاروق عمر بن الخطاب اللي موجود في قريه زنانيري مركز اولاد صقر بمحافظه الشرقيه، وشفنا حد كده من اهالينا اللي كان لابس الكاب والتيشيرت الاحمر بيقول ان هو جاي متبرع شخصي للموضوع، فده شيء طبعا اهل الخير موجودين. وفي نفس الوقت شفت راجل والله كبير في السن كده وهو بيوطي وبيجيب الحجاره وبيحطها في العربيه الصغيره ديت، فلا يعني في كل واحد على قد ما بيقدر، دي قدراته دي امكانياته. قبل الفاصل كنا بنقول اننا في ايام مباركه، ايام مهمه، دخلنا خلاص في رجب وداخلين على شعبان، علشان الجائزه الكبرى ورفع الاعمال بتكون في شهر رمضان الكريم. فاعتقد ده الوقت ودي المرحله ان الهمه تبقى موجوده وحته الكسل نلغيها شويه، يبقى الموضوع في نشاط، عشان ده استثمار حقيقي بينك وبين المولى تبارك وتعالى. انت قربت خلاص هنسلم الورق زي ما بيقولوا، رمضان جاي والله اعلم مين فينا اللي هيعيش لرمضان، وربنا يا رب يعني يحفظكم جميعا كده ويبلغنا جميعا رمضان، فالاعمار بيد الله. بس احنا بنقول ان في اوقات الاستثمار مع الله حلو قوي فيها، زي ما قال الشيخ حازم كده قبل الفاصل، مضاعفه للحسنات وفي نفس الوقت مضاعفه للسيئات، زي بالظبط اللي عايش في مكه المكرمه. الصلاه بتختلف عن بره مكه وبتتضاعف، الذنب برضه نفس القصه، الذنب بيكون فيه تضاعف فيه. فاللي هو الناس الذكيه، وانا يعني الكلام ده بقوله لنفسي قبل حضراتكم، ان يجب علينا جميعا ان نستثمر بالفعل مع الله. فباذن الله عايزين اهالينا في قريه الزنانيري كده على شهر رمضان الكريم نلاقي انجاز حقيقي موجود، نلاقي على الاقل نقول الدور الاول او السقف للدور الاول تم اكتماله، نلاقي العمدان تم اكتمالها، نلاقي الطوب، نلاقي البلاط، يعني حتى لو جزء من المسجد في خلال الثلاث شهور دول ان شاء الله على نهايه شهر رمضان نلاقي في انجاز حقيقي لمسجد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اسمحوا لي ارحب بضيفي الغالي والجليل مره اخرى الشيخ حازم جلالي. اهلا بك يا مولانا. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد، ربنا يخليك فيك. فعلا الاعمال الصالحه تضاعف والاعمال السيئه تضاعف، لذلك من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. وبالتالي ينبغي على الانسان ان يستثمر كل طاقاته في الخير وفي اعمال الخير وفي فعل الخير وفي فعل الخيرات، لان الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على ذلك. فان فاضت الروح الى خالقه وبارئه الله سبحانه وتعالى يعطيه ويثيبه على ما فعل. تمام. وإن قدر الله سبحانه وتعالى له البقاء إلى أجل فليستثمر الباقي من عمره. لذلك دكتور محمد، كل عمل ابن آدم له، كما أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأنا أجزي به فإنه لي، يعني الذي يجازيك على فعل الخير هو الله سبحانه وتعالى. تمام. طب خد عنك واحد يقول لك يا مولانا طب ماشي، ما فيش فضل في هذا الشهر المبارك لصوم هذا الشهر. طب انا بشرك ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصوم يوما، والحديث في الصحاح، يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله سبحانه وتعالى بذلك اليوم وجهه عن نار 70 خريفه، 70 سنه، 70 سنه 100 يوم. ما من عبد يصوم يوم في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن نار 70 خريفة، 70 سنة. طيب ما حضرتك تستثمر، واحنا قلنا فعل الخيرات كذلك يستثمر، ايه بقى؟ احنا قلنا كذلك دكتور محمد الاكثار من فعل الاعمال الصالحة، وتشمل الصدقات وتشمل الزكوات وتشمل الذكر. تمام. فليه الانسان يعني مش عارف، ربنا بيقول لك بل الانسان عن نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. ايوه الله يفتح عليك. هي دي، بل الانسان على نفسه بصيرة. جميل. ولو ألقى معاذير، لو جبت معاذير الدنيا والآخرة خلاص الأمر قضي، خلاص خلص الأمر، خرج من نفذ الرصيد. صحيح، نفذ الرصيد. عفوا، نفذ رصيدكم. الله ينور. اللحظة دي بتبقى صعبة أوي جدا.
جدا. ده في الدنيا بقى عايز تكمل ومش قادر بقى. خلي بالك في الدنيا ممكن تستلف عشان تعمل. صحيح مظبوط. انما هناك هتستلف من مين؟ ده كله يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته ونيه لكل امرئ منهم يومئذ ايه شأن يغني. كل واحد فهمه مشغول فهمه هيروح فين واللي يجي منين هيعمل ايه. حته بقى تستلف يعني عفوا قد نفذ رصيدكم. يقول لك لو عايز بقى تستلف 3 جنيه والكلام اللي بيحصل وانت بتكلم المكالمه. الانسان لو مات لو عايز يستلف حسنات اللي هيكون مقدمه اي هي دي مظبوط هي دي اللي هيكون مقدمه. هو مات خلاص وكل شيء هيتوقف. احنا قلنا من زرع وجد. صحيح. اللي بيزرع خير بيلاقي خير واللي بيزرع شر بيلاقي شر. تمام. اللي بيزرع اعمال صالح بيلاقي هي الاعمال الصالحه. وفي عمل بقى اللي هي الصدقات الجاريه بالظبط اللي هو الاستلاف اللي تكمل لك المكالمه زي ما بيقول. هنا بقى نقول يا دكتور محمد ايه اللي يرجع لك رصيدك تاني؟ ايوه لو انت اتكلت على الله. فكره الديمومه العمل الصالح. العمل الصالح اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم كما في اخراج الشيخان البخاري ومسلم ذلك اذا انقطع منه عن الدنيا الا من 3 صدقات جاريه علم ينتفع به او ولد صالح يدعو. الصدقه الجاريه اللي انت بتعملها لنفسك بقى هي دي اللي ايه بتدري لك كل شويه تجدد الرصيد. كل ما تلاقي الرصيد بتاعك كده تلاقيه عمال يزيد ويزيد ويزيد بالظبط. مع ان الشخص مات خلاص. مع ان الشخص مات لا حول له ولا قوه. ما احنا قلنا انت بتتعامل مع الكريم ما بتتعاملش مع بشر. فبالتالي حينما يفعل الانسان الخير لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك. الله سبحانه وتعالى يعني يعينه. الله سبحانه وتعالى يقدر له الخير حيث كان في الدنيا وفي الآخرة. لو اتعاملت مع بشر في اللحظة دي هتنسى مظبوط. انت كده كده هتنسى اصلا. هتنسى صحيح. انت كده كده هتنسى. كلامك مظبوط يا دكتور محمد. خلينا واقعين شوية. اللي بيموت بيقعد اسبوع يوم اتنين صحيح القلب محروق ومش عارف ايه كلام من ده. طب اسبوع طب سنة. السنة بتجيب السنة والسنة بتنسي والانسان نسى. جيل عدى جيل عدى بالظبط انتهى بقى سيرته نهائي. مظبوط. ايه اللي بيبقى بقى؟ الاثر. الاثر الاثر هو الذي يبقى. والاعمال الصالحه هي دي الاعمال الصالحه الاثر نتيجه الاعمال الصالح. يقول لك رحم الله فلان. والله احنا رايحين نصلي في مسجد مثلا فلان يا الله يرحمه والحاج صبر بنا الجامع ده والحاج محمد بنا الجامع ده والحاج حازم بنا الجامع ده وحاج فلان عمل مش عارف ايه. واحد يقول لك الله وماشي كده يقول لك احنا رايحين نتعلم هودي خلي ابني مدرسه الدكتور محمد. قال لا هو الدكتور محمد عامل المدرسه دي اصبح الله. كل اللي بيتعلم جاي لك المستشفى دي. وحتى لو حتى لو ما اتقالش لو ما اتقالش كل شيء بيتسجل لك وجاي لك. يعني مظبوط وجاي لك وجاي لك. يعني اللي هيصلي هتاخد بحسنات. صحيح. اللي هيخش مستشفى عشان يتعالج هياخد بحسنات. يا سلام. اللي هيعدي حتى على طريق وانت كنت سبب سبب ان انت وسعت شويه الطريق. زي ما كان يقول لك في الفلاحين دكتور محمد. أيوه. كان السكه كانت كان ياخد منها عشان يضيف للارض. صحيح. وده اللي بيحصل بيجور على الارض. دي عايزه لها حلقه مخصوصه. والله يجي احنا في ايام مباركه كده والناس بعض الناس يختشوا على دمهم ممكن يتعدى على جاره عشان ايه؟ هو مفكر لما يتعدى كده وياخد 10 سم بطول الجسر مثلا ان هو بالشكل ده ايه مثلا؟ هيكبر الزرع هيدر عليه بالمال الزياده. لو كبران ولا هيجيب له حاجه. ما يعرفش ان هو بيسحب مصيبه من بعيد كده وبيجيبها على نفسه. هو سيادتك ده دخل الحرام على الحلال ليكثره بقي الحرام وذهب الحلال فبعثره. لا اله الا الله. 10 سم ولا شويه اللي هو خدهم دول عشان يدخلهم دول هيخربوا بيته. سبحان الله. هو مفكر ان هو كده ناصح يعني وبيخطط. لا هو ذكي. او ذكي او يجي على حرم طريق. او يجي على حرم طريق وده بيحصل 100%. يقول لك استنى ما نبدل البلكونه شويه. يا عم الكلام اللي انت بتعمله ده يا سيدي انت ستحاسب على ذلك. اعاقه الطريق اعطوا الطريق حقه يا ساده. الطريق مولانا بيبقى قد كده تمام. وتلاقي بعض الناس من اهالينا الفلاحين واحنا منهم عشان مش حد ياخد الكلام بس في منا الصالح وفي منا الطالح. يبقى الطريق قد كده يفضل هو يجور على الطريق يجي الناحيه يجي الناحيه. بعد ما كان قد كده تلاقي الموضوع قد كده قد كده قد كده. والله احيانا بيعدي العربيه بالعافيه مع ان الطريق كان واسع قبل كده. هو بيفكر انه كده بيكبر بس. المال لنفسه ده بيعدي الدبه بس دلوقتي. صحيح. احيانا صحيح. زمان كان يقول لك عدي العربيه كذا وكذا. لا انا دلوقتي عدي الدبه بس. طيب احنا بنقول في شهر كريم اهوت ونصحح المفاهيم والاخطاء والحاجات اللي بتحصل الله سبحانه وتعالى. نصحح النية. كذلك برضو انا ليه ضربنا المثل ليه؟ كذلك برضو اللي بيعدي على طريق بيعدي على حرم جامع. صحيح. بيحض على حرم بيت بيحض على حرم الحرم بتاع الجار. يقوم داخل على جاره. طب ليه ده كله؟ طبعا. طب ما انت هتسيب الكلام ده كله وماشي. طب ما تسيب ذكرى طيبه من ذكرى سيئه يا اخي. سيب ذكرى ايه؟ صحيح. طيبه. فرصه مولانا بنقول ان عمليه تكثيف العباده بتيجي في شهر رمضان كريم. معظمنا بلا استثناء بيجي في رمضان وبيضغط نفسه وده كويس جدا جدا لانك بقول خلاص وقت الفطور بعد 10 ايام
تمام؟ عارف ليه؟ لانه ما ضربش نفسه، عشان دخل بسرعه. اقول لسيادتك ليه؟ بالظبط عامل زي اللي بيشيل حديد. تمام. كنا بنيجي نشيل حديد زمان. أيوه. يقول لك ما تشيلش مثلا ب 50 كيلو مره واحده. مره واحده، واحده واحده. ليه هتشيل 50 كيلو هترفع وتعمل بالسلامه؟ يجيلك شد عضل، هتتعب، هتزهق، هتقوم مش جاي. ما انتش جاهز. تاني يوم العضله هتحمل عليها، مش هتعمل. صحيح. انه يبدا واحده في واحده في واحده. لذلك شهر رجب تمهيد. الله ينور عليك. شهر شعبان زياده، زياده شويه. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابه بيقولوا يا رسول الله صلى الله عليه الصلاه والسلام لم نراك تصوم، يعني مسلم صوم في شعبان. قال ذلك شهر ترفع فيه الاعمال الى الله، واحب ان يرفع عملي وانا صائم في شهر شعبان اهو. تمام. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يخش على رمضان على ايه؟ ايوه الصفحه لسه جديده. صحيح. الصفحه لسه عامله. فانت عندك شهر رجب بتخشه وبتبدا بالعمل الصالح، بعد كده شعبان اهو التمهيد، بعد كده ايه؟ يعني تقفيل السنه عندك شعبان. في شعبان. أيوه. ولا في رمضان؟ لا شعبان. في شعبان. شعبان اه. ورمضان تبقى البدايه الجديده. بدايه جديده. بدايه جديده. بدايه جديده. امال ايه؟ فلابد الانسان ان هو يبدا على نظيف بقى. تمام. يبدا شوف يزيل كل ما علق. تمام. من اثام واوزار ومعاصي. جميل. ويبدا الانسان العمل الصالح الجديد. طيب. لله سبحانه. احنا تعودنا برضو من اهالينا والناس المحيطين حوالينا من صغرنا ان اعمال الخير بتزيد في رمضان وتزيد في شعبان وبتزيد في رجب، وبناء عليه وبناء عليه ان بنتكلم ان معانا مثلا مسجد زي مسجد الفاروق عمر بن الخطاب اللي موجود في قريه الزنانيري مركز اولاد صقر في محافظه الشرقيه، اكيد لما بنيجي في الشهور اللي قبل كده الموضوع مش هيكون بنفس درجة الأيام اللي احنا موجودين فيها، اللي هو شهر رجب وشعبان ورمضان. وبما ان بقول دايما أهل الخير، احنا يعني لاحظنا الكلام ده، ان عمل يعني فكرة الخير بتلاقيه بيزيد دايما في الشهور وفي الأيام دي. فعلشان كده نتمنى من أهالينا ان أهالينا في قرية زنانير يا رب في القريب العاجل، الصورة اللي موجودة على الشاشة أمام حضراتكم نلاقي المشهد ده متغير شوية، نلاقي فيه سقف، نلاقي فيه جدران، نلاقي فيه بلاط، نلاقي فكرة مسجد، إن أهالينا يكون لهم نصيب يصلوا تراويح، يصلوا الفروض، يحفظوا قرآن. فيا رب يا رب، بما إننا بنقول في أيام مباركة إن شاء الله، بندعو المولى تبارك وتعالى وبندعو أهل الخير للتكاتف مع أهالينا في قرية زنانيري مركز أولاد صقر في محافظة الشرقية لبناء واستكمال مسجد الفاروق عمر ابن الخطاب. وأي حد عايز يتواصل أو الآلية بتكون إزاي، بنكرر دايما بنقول العنوان في الحلقة. تاني حاجة بيكون من خلال الأرقام اللي موجودة أمام حضراتكم، وبيكون من خلال مؤسسة عمر ابن عبد العزيز. أيا كان مكانك فين هما بيبعتوا لك المندوب، ربنا يا رب يكرمنا جميعا. فضل يا رب العالمين. فبالتالي دكتور محمد، قلنا للإنسان هو الذي سيحاسب. تمام. وسيدفع الإنسان فاتورتها. طب الفاتورة بتاع حضرتك دي، الشيت اللي انت هتحاسب عليه ده. أيوه. اللي يجيلك اللي انت طلبته بتلاقيه. يعني هقول لحضرتك على حاجة، انت داخل مثلا مطعم تاكل. داخل مطعم تاكل، فجبت شوية أكل هتاكل، طلبت كذا وكذا، صنف كذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، الحساب هيجيلك باللي انت كلته. باللي انت كلته بالظبط. لا بيزيد ولا بينقص. صحيح. إن كان بقى مثلا ضريبة، كلام من دي، حاجات من دي، تعالى بقى. في يوم القيامة الكتاب هو جاي لك كده، اقرأ كتابك كفى بنفسك. ما قالش ربنا دقيق. خلي بالك طبعا سبحانه وتعالى ما قالش كفى بأنفسكم نفسك عليكم اليوم. لا، إنما قال لك كفى بنفسك أنت. كيف كفى الخطاب لك أنت؟ كل واحد بقى معلش. كل واحد مع همه. بيشغله همه. كل واحد حاطط زي ما احنا بنقول كده ورقته، عينه في ورقته. عشان قال لك يوم يفر المرء من كل الناس اللي حواليه. الدنيا كلها تمشي. طبعا الدنيا كلها هتمشي من حواليك. فلذلك انت حضرتك لابد ان تقدم لنفسك الخير. تمام. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه. لا يذهب العرف بين الله والناس. صحيح. ابدا. صحيح. لا، العرف ما يروحش ابدا. المعروف ابدا ما بيروحش عند ربنا سبحانه وتعالى. موجود ومسجل. اي شيء انت عملته موجود لك والله في الصحيفه بتاعتك. لا ينتهي بموتك. لا ينتهي. لا ينتهي بموتك. ما احنا قلنا فكره الديمومه بقى دي اهم حاجه. دي الديمومه. العباده اللي انت عملتها، الفعل الخير اللي انت عملته، فعل الطاعه اللي انت عملتها، سنيت سنه حسنه، علمت حد. ما هو التعليم كل ما بيتعلم ويعلم انت حضرتك بتستفيد. ايوه. خلي بالك اهو، كل ما بيتعلم. طبعًا. ويعلم انت بتستفيد ممن قمت بتعليمه وممن هو علمه. صحيح. الجميع بيستفاد. الجميع بيستفاد. ربنا يكرمك يا اخي حازم. استاذنك ونستاذن المشاهدين المحترمين، هنروح لفاصل ونكمل معكم باذن الله في دنيا ودين. موسيقى.
تسمى نشاطك وحيوتك يا كابتن. يا ابني كله سيف. لما في كبسولة واحدة ناخد الأوميجا 3 مضاد للالتهاب الطبيعي، وفيتامين ألف الهام جدا للجهاز المناعي، وفيتامين دال الهام جدا 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 في المناعة، كل ده في كبسولة واحدة. يبقى الكولوسيز من أفضل الحاجات اللي ممكن نعتمد عليها في زيادة المناعة في الفترة اللي احنا عايشين فيها دي في كورونا. اعتمدوا على الكولوسيز هيزود مناعتك. ضهري بيوجع ولا كرام، او مش قادر تعمل جنب، وانت تعبت قوي في الكام، نيستالجيل هو الحل. افرد نفسك وارجع شاب، وفي تمرينك نط وشب، ده بينصحوا بيه اهل الطب، نيستالجيل هو الحل. نيستالجيل مسكن سريع المفعول لألام العضلات والمفاصل والعظام. نيستالجيل مضاد للالتهابات، وينصح به الأطباء، ومتوفر فقط بالصيدليات. نيستالجيل للألام أسرع حل. مكان ما تسمعش فيه غير صوت أفكارك. اكتشاف حياة بين السماء والبحر. 7 درجات للون البحر. على أجمل 10 شواطئ في العالم، اسمرالدا بين في أسبان، سيدي حنيش بالساحل الشمالي. اكتشاف إحدى مشاريع كليوباترا هوتيلز أند ديفلوبمنتس. وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. المسجد بتاعنا ده مساحة 650 متر، المسجد ده كان مغلق من 2008 ل 2012، المسجد وقع على الناس وهي بتصلي، اغلق اغلاق نهائي. المسجد ده صرح كبير واساس للعزبة دي، العزبة دي من غير اساس، من غير مسجد. اللي يقدر على تن اسمنت يجيبه، اللي يقدر على نقل رمل يجيبها، اللي يقدر على اي حاجة يجيبها. عايزين نبني المسجد عشان نحفظ فيه قرآن ونصلي فيه مع بعض يا جماعة. هذا المسجد الذي يحتاج إلى التأسيس ويحتاج إلى إعادة الترميم وإعادة البناء مرة أخرى، سيظل بإذن الله تبارك وتعالى شاهدا لك أمام الله سبحانه وتعالى بأنك وضعت فيه ما وضعت عمرا طويلا. المسجد دون من 2011 هو واقف، ما فيش جامع في المكان إلا الجامع ده، والجامع دون مساحته كبيرة، وعايزين نقوم ان شاء الله ربنا يقدرنا اللي بنقدر عليه بنعمله، بس الجامع مساحته كبيره وعاوز مساعده. وبنروح نصلي جنازه ولا بنصلي اي حاجه في العزبه ما بنعرفش، نص الناس بتبقى بره. احنا ناس يعني غلابه خالص، ما لو احنا نقدر نبنيه ما احناش جايبين حد ولا نقدر نعمل حد، احنا نبنيه بس ما فيش. وربنا يعيننا على بناء هذا المسجد، لان احنا لسه بادئين النهارده، برضه في ناس بعتت ونشكرهم، اللي بعت شويه اسمنت او اللي بعت رمل احنا بنشكره. كان حد يقدر يساعد باي حاجه انا بقول لك تعالى بنفسك، ما تبعتش فلوس، تعالى بنفسك هوديك للشونه، حط فلوسك في الشونه، مش عايز تيجي انا اجي لك اخدك بعربيتي اوديك لعند الشونه، حط فلوسك فيها وتعال شوف الشغل بنفسك وباشر. اهلا بحضراتكم مره اخرى في دنيا ودين. شفنا مع بعض تقرير عن مجمع التوحيد الاسلامي اللي موجود في قريه 6 ابو الهول مركز صان الحجر بمحافظه الشرقيه، وشفنا اهالينا بينجدوا اهل الخير، ان يعني حتى لو انت
مش عايز تيجي انا ممكن اجي لك في المكان اللي انت عايزه. الناس يعني محتارين اللي هم اهالينا في قرية الست او الهول يعملوا اي شيء في مقابل ان ربنا يكرمهم باذن الله باكتمال المسجد. وكنا بنقول ان هو مش مجرد مسجد، هو مجمع اسمه مجمع التوحيد، هيكون في جزء كمستوصف خيري، هيكون في جزء او مكان لتحفيظ القرآن الكريم، هيكون في جزء او مكان برضو مصلى للسيدات. وطبيعي ان الشعائر الدينيه كلها بتقام داخل المسجد، وخصوصا اللي احنا داخلين على ايام مباركه دخلنا فيها بالفعل، مش لسه هندخل النهارده بدايه شهر رجب ان شاء الله. اعداء الله علينا وعليكم جميعا وعلى الامه الاسلاميه يا رب باليمن والخير والبركات. فبنقول يا رب نستثمر الايام دي، نستثمر استثمار حي، استثمار حي لنفسنا مش لحاجه تانية. زي ما قال الشيخ حازم كده قبل الفصل ان كلنا مودعين، بس كل واحد حسب ميعاده وحسب تذكرته. ومجرد ما الانسان بيموت كل شيء بيقف معاه باستثناء الاعمال اللي موجوده اللي هي الصدقات الجاريه. انت عملت ايه؟ هتلاقي الرصيد شغال، الكيرف دايما معدله ايه كده موجود، اهلك ناسينك لكن المعدل ماشي لوحده والمؤشر طالع لفوق لوحده نتيجه الاعمال الخيريه اللي حضرتك عملتها واصبحت صدقه جاريه. فيا رب يا رب في القريب العاجل نتواصل مع مؤسسة عمر بن عبد العزيز ويقولوا ان تم الانتهاء مثلا من جزء كبير من المسجد ان شاء الله رب العالمين. اسمحوا لي ارحب بضيفي الغالي والجليل مره اخرى الشيخ حازم جلال من علماء الازهر الشريف. يا اهلا بك مولانا. الله يخليك يا دكتور محمد وسلم وشاهدين، ربنا يعزك. حضرتك شفت التقرير وشفت اهالينا، فيعني الناس اكيد امنيه كبيره بالنسبه لهم موضوع المسجد يعني. صحيح، لابد لكل انسان منا وكل عاقل منا ان يفكر في الباقيه وليس في الفانيه. الدنيا زائلة ولي في فناء الخلق أعظم عبرة لمن كان في فهم الحقيقة راقي. شخوص وأبصار تمر وتنتهي ويبقى المهيمن باقي. الله، سيدنا الإمام علي يقول الدنيا قد ارتحلت. الدنيا قد إيه؟ ارتحلت مدبرة، والآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون. فكونوا من أبناء الآخرة لا من أبناء الدنيا. ليه؟ هنا الشاهد بل نعوزه. اليوم عمل بلا حساب. الله يفتح عليك. وغدا حساب بلا عمل. بلا عمل. أنت عندك فرصة ما فيش حد بيحاسب. احنا عمالين شفت لما يكون واحد اوبن بوفيه فيش امتحان. احنا بقى اوبن بوفيه فيش امتحان، مش مطالب ذاكرت ما ذاكرتش وانت بتلعب براحتك. الله ينور. ايه اوبن بوفيه؟ سيادتك عمال تجيب من ده وتجيب من ده وتعمل ده وتعمل ده وتعمل من ده، وفي الاخر هتروح برضه هتحاسب على انت اكلت ده كله حسب المذاكره بقى. ايوه بالظبط. الانسان عنده شهوه للبطن وشهوه للفرد ونهم احيانا في الاكل ونهم احيانا في الشرب، وفي ناس عندهم نهم في الفكر يحب يقرا كتير، وفي ناس عندهم نهم في التفكر والتدبر والتعقل. برضه انا عاوز يكون عندك نهم ايضا في الفعل الخيرات. يكون عندك ايه؟ حب جديد. نهم عن حب شديد. أيوة. حب جديد في فعل الخيرات. لان هي هذه هي الباقيه، والباقيات الصالحات خير عند ربك ايه؟ ثوابا. ثوابا وخير املا. هو ده الثواب الباقي اللي يكون مع حضرتك. إيه من ادراك؟ ايه دراك يا حبيبي؟ ان ابنك يعمل لك. ان بنتك هتعمل لك. ان زوجتك هتعمل لك. من اللي ضرها؟ فكره التاجيل كمان يعني ان شاء الله قدام التسويف. شويه التسويف ان شاء الله قدام شويه. طب لما ربنا يكرم، ولما ربنا يكرم بننسى حاجه زي كده. طب وربنا قال لك سبحانه وتعالى حتى لو معك القليل القليل ما يسمى ان الرزق ضيق. قال لك ومن قدر عليه رزقه يعمل ايه؟ الحل ايه؟ ايوه يصلي، يقرا قران. قول لي بس الحل ايه؟ يعمل ايه يا مولانا؟ الحل جميل قوي. قال لك ومن قدر عليه رزقه فلينفق. فلينفق. مما ايه؟ آتاه الله. جميل. يعني الحل مما آتاه الله. هو ده الحل. هو ده الحل. اتكلمنا ان المعادله قبل كده ازاي؟ يعني هو انت بتقول ومن قدر عليه رزقه. من قدر. من قدر عليه رزقه، يعني انا في حاله صعبه، في حاله شبه ضنك لبعض الناس، فازاي انا في الحاله الصعبه دي ومنين اللي انا هانفق؟ في نفس الوقت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في بيته الا الماء والخبز وحنا التمر، فكان لما ياتيه سائل ما يردش، كان يدي سيدنا رسول الله. وحنا البيت ما يكونش فيه، لكن هو يعلم ان هذا هو المدخر عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله صلى الله على حضرته واله، شوف المدخر اللي جاي من سيدنا النبي. في سكرات موته صلى الله على حضرته واله يقول الحبيب لام المؤمنين السيده عائشه: يا عائشه كم في بيتنا من أموال أو من دراهم؟ قالت: يا رسول الله عندنا 7 دراهم. كم؟ 7 دراهم. 7 دراهم.
قال لها يا عائشة تصدقي بهن، ثم أخذته سكرة من سكرات الموت. فلما فاق الحبيب واستيقظ الحبيب قال لها يا عائشة هل تصدقت بهن؟ قالت له يا رسول الله شغلني همك عن تنفيذ أمرك. قال لها تصدقي بهن يا عائشة فإني أريد أن ألقى الله وليس في بيتي شيء. الله الله. طيب الكلام ده وفي حديث آخر بس هنا أيوة عشان بعض الناس دايما إيه الواحد بيحط نفسه مكان المشاهد، إنك يعني تترك أولادك أو ذريتك تمام ميسورين الحال أفضل من إنك تسيبهم كلام صحيح فقرة. وحديث صحيح تمام على يتكففون الناس لكن القضية هنا ليه؟ لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث. الله. فكيف يكون عنده دراهم وسيورث؟ عنده السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها. حتى نشب خلاف بين سيدنا بين سيدنا السيدة فاطمة وسيدنا أبو بكر على هذه القضية، لكن الناظر فيها يجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ولم يترك شيء عليه الصلاة والسلام. والمغزى إن يعني إنك المغزى عند سيدنا، لأنه سيدنا النبي لو بقي 7 دراهم كانت هترث. طب لو ورثت يبقى كان في تناقض مع حديثي نحن معاشر الأنبياء لا نور أو لا نورث. قد تبال ستك تمام. هي دي القضية. إنما يا مولانا هل هذا الحديث يناقض هذا الحديث؟ لا 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 لا, لا يناقضه، لكن ده له سبب ورود صحيح يعني ورد ليه والتاني برضه له سبب مغزى والتاني له مغزى وسبب ورود تمام. الحديث اللي حضرتك ذكرته ايوه ان تترك اولادك يعني اغنياء خير من ان تتركهم فقراء يعني على يتكففون الناس تمام. اغنياء بايه؟ اي ميسورين مستورين صحيح نقول صحيح. طب ما فايدنا اترك لهم عندهم اموال الدنيا والاخره تمام. خلي بالك بقى واغنياء بالاخلاق اللي انت تعلمهم برضو ما ده كله استثمار وورث في النهايه. طب ما هو ده المعنى. ايوه ما المعنى عام يندرج تحته الكثير. اغنياء بالاخلاق بالاموال بالتربيه بفعل الخير بفعل الخيرات بانك تورثوا ان يكون رجلا حب الوطن أن تكون سيده حب الاوطان صحيح. فعل الخيرات المسارعه والمسابقه في كل ما ينفع الناس عمل الخير كل ده صحيح طبعا. ما هو ده يبقى غني بيه والناس مشكلتنا يا دكتور محمد احنا اول ما يقولك انسان ده غني على طول ذهننا يروح فين؟ على الفلوس. ليه؟ لان ربنا لك وتحبون المال حبا جما صحيح. فاحنا الذهن صرف الذهن مباشره الى الاموال. الناس اللي مصروف عليها اصول افضل مليون مره من الناس اللي مصروف عليها فلوس. اللي عنده اصول صح بالظبط اللي عنده قيم ومبادئ واخلاق. احنا قلنا دائما وابدا دكتور محمد الانسان صاحب الخلق هو الذي يقرب عند سيدنا رسول الله. ألم يكن سيدنا صلى الله على حضرته وآله فيما أورده العلامة البزار أن سيدنا قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من أحسنكم مني بس أخلاق. أحسنكم أخلاق أو أحاسنكم أخلاق أحسنكم أخلاق اللي عنده حسن الخلق حسن الخلق ده دكتور محمد لا يوزن بميزان حسن الخلق لا يوزن بميزان لأن اللي عنده خلق يا دكتور محمد هيستطيع أن تاخد منه بالظبط كده منه رجا طبعا في كل شيء طبعا في كل ما شيء. عندوش اخلاق ما عندوش اي شيء صحيح. بنفكر بقى الحبايبنا اللي بيتفرجوا علينا المشهد اللي قدامنا موجود الكراكه هات في المفروض في مكان المسجد وتم هو تم الاساس خلاص لكن حتى اسمها الاشاير تقريبا اللي هي بتاعت عمدان الحديد بتاع العمدان هتلاقي الحديد قدامنا واضح اهوت محتاجين بقى ان الحديد ده يكمل بقى كده للسقف والكلام ده وبعد كده نصب الدور الاول ان شاء الله ونبدا نقفل جدران المسجد ونبدا نبلط ونبدا ندهن ونبدا نفرش المسجد علشان ده بيكون له ضريبه اللي بيشعر بحلاوتها هم اهالينا اللي بيستثمروا في مساهمه حاجه زي كده. تاني حاجه اهالينا بقى اللي بيصلوا في المسجد اللي هم اصحاب قريه 6 أبو الهول مركز صان الحجر بمحافظه الشرقيه ده مجمع التوحيد اللي قدامنا على الشاشه. بقول اي حد عايز يتواصل بيكون من خلال الارقام اللي موجوده او ممكن بيكلمهم في اي وقت. مؤسسه عمر بن عبد العزيز بتبعت المندوب ليه لو في اي مكان داخل جمهوريه مصر العربيه بيبعت له المندوب واللي عايز يروح بنفسه. واحيانا بقول لو الانسان يعني احيانا بيقول لك انا ممكن هساهم بجزء كبير ولا حاجه لا تعالى اتفضل
وشوف العنوان قرية ستة أبو الهول مركز صان حجر محافظة الشرقية، وتعالى شوف أهالي القرية بيتكلموا في إيه وبيقولوا إيه، ووضع المسجد قائم عليه، واللي قادر تعمله زي ما قال الشيخ حازم كده أكيد دي الحصالة الأساسية اللي موجودة لحضرتك. بعد كده الزوجة، الأولاد، الأهل، سنة اتنين، عمر، جيل، جيلين، وبعد كده كلنا بلا استثناء بنتنسي، غير اللهم بتيجي بس السيرة الحسنة، لكن دي الحاجة اللي هي مستمرة دايما مع بعد حتى ما مات الإنسان. ربنا يا رب يكرم اهالينا هناك في قريه سته والهول وكلهم نصيب في مجمع التوحيد ان شاء الله. صحيح دكتور محمد، وخلينا اقول لسيادتك على نقطه كمان. البيت بيت من؟ الله سبحانه وتعالى. وبيت الله في حمايه الله وفي رعايه الله، والله سبحانه وتعالى يعين من يكون سببا في عون وبناء بيته. في قصه أبرهة الاشرم الذي عد جيشا جرارا واتخذ سلاحا لم يكن معروفا في العرب، سلاح الفيلة. صحيح. سلاح ايه؟ الفيلة. الفيلة، وجاء ليهدم الكعبة، ماشي. على مشارف الكعبة وجد إبل، فأخذ هذه الإبل، فكانت الإبل لمين؟ عبد المطلب جد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم دخل على أبرهة الأشرف وكان وقورا وكان عبد المطلب رضي الله عنه. فالمهم اللي حصل ايه لما دخل، ان شاء الله يعني ان شاء الله يكون له نصيب ان شاء الله يعني باذن الله يعني طبعا باذن الله طبعا. وتقلبك في السجدين بالضبط. شوف ان شاء الله يعني. طبعا يا دكتور محمد ان شاء الله. وما اهل الفتره صحيح، موضوع الجنه والنار والحاجات دي بيد الله، ما ينفعش البشر يتدخلوا كان يدافع فيها يعني. وينافع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عايزين نخش في القضاء عشان بالضبط مش عايزين بس يعني. فكره ان هو جد النبي عليه الصلاه والسلام وحب النبي ليه وحمايته للنبي ووقوفه مع النبي، فبتطلع احيانا من الانسان رضي الله عنه. ربنا يرضى عنه يا رب ويرضى عنا جميعا القضيه بقى الشاهد بتاعي لما دخل على أبرهة الأشرف وجده شيخا وقورا كده، فقال الإبل إبلي رجعت أنا، قال أنا عبد المطلب والإبل إبلي. قال لما دخلت علي وجدت يعني ذو وقار وذو كذا وذو وذو وذو، وتسألني عن إبل، أنت جاي تاخد مني الإبل ده؟ عشان جاي تقول لي يعني ارجع بالفيالة وما تهدش الكعبة ولا البيت ولا مش عارف إيه. قال لا، الإبل إبلي والبيت وأنا أحميها والبيت بيت الله والله يحميه. الله. والبيت له رب وربه يحميه. لذلك لما تقدمت الفيلة لهدم الكعبة وصور القرآن هذا المشهد فقال ألم ترى. إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لم يكن قد ولد، ولد في عام الفيل تمام، بس إزاي تقول له ألم ترى كيف فعل ربك؟ ايوه الم ترى، اذا كان هو لسه ما ولدش، ده ولد في عام الفيل يعني ما شافش، تقول له الم ها؟ طرح السؤال بصيغه مستقبليه، لا ترى كانه أيوة. راى تمام. لان الذي قص عليه ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فكان الحبيب قد راى. الله. لذلك قال له الم ترى. كان في غير سياق القران الم تعلم الم تخبر الم تشاء، لا انما قال له الم ترى كيف فعل. هنا بقى القضيه، فعل ربك باصحاب الفيل. القضيه دكتور محمد هنا مش في الفعل، لا في كيفيه فعل الفعل. تفاصيل. الله، الم ترى كيف فعل، فعل مين؟ ربك باصحاب الفيل. القضيه مش في الفعل انما في فعل الفعل. فارسل عليهم طيرا من ابابيل، كل طير معاه الحجر بتاعه كده، وكل حجر مكتوب عليه اسم الجندي. طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل. حتى يعني ان وكيل ابراهيم ذهب الى اليمن مره ثانيه ليذهب، فذهب الطائر وراءه مسعا والقاه والقاه بالحجاره او لقيه بالحجاره حتى مات على ايه؟ على مشارفه. فجعلهم كعصف ماكول. ماكول. يبقى القضيه هنا دكتور محمد، الم ترى؟ الم تشاهد؟ صحيح. فالله اخبره فكانه راى وعلم ونظر. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تشاهد ماذا قال؟ ألم نقص عليك كذا؟ العبرة من الكلام ده، فالعبرة فعل الفعل. أيوة. والبيت له رب يحميه. هي العبرة. العبرة عندي. أيوة. البيت له رب يحميه. يعني بيت ربنا هيحميه طبعا، هيبني طبعا، هيجي له ناسه. صحيح. هيتعمل، هيبقى مجمع وكريم في كل شيء الله طبعاً. سبحانه وتعالى طبعا. ف بإذن الله
أهالينا في قرية ستة أبو الهول أو في قرية زنانيري كلهم نصيب إن شاء الله. فنقول كريم رسول الله والله أكرمه، فالفقير بين الكريمين يحرم لا، والذي خلق الأكوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم. عليه الصلاة والسلام، ربنا يكرمك ويسعدك مولانا الغالي، ودايما إضافة لينا في دنيا ودين. أشكرك شكرا جزيلا، وأيضا شكرا جزيلا لحضراتكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.